ميدان القرآن الكريم، هل منافسين أو متنافسين كان بينهما التحدي ولا لا؟ خلينا نشوف هذا التقرير. أقول لأنس الجعفري التحدي قوي جدا. أقول لأحمد سامح القصبي أديت أداء ممتاز، لكن الأول تحلم فيه. أقول لأحمد القصبي يكفيك ما وصلت إليه، وفريق الشيخ يوسف يقف أمام الجميع. عبد العزيز العمري لا تتعب نفسك، اللقب لم يحق لفريق الشيخ يوسف لا في الموسم الأول ولا في الموسم الثاني، ولن يكون أيضا في الموسم الثالث، لأن اللقب من فريق الشيخ صابر بإذن الله. أقول لأنس الجعفري كفيت ووفيت، لكن اللقب بعيد عنك. عبد العزيز العمري لن تأخذ الأول، وسيكون هذا من الصعوبات التي ستواجهها، لأن أمامك فريق الشيخ أحمد العبيدي يتكون من أنس الجعفري ومحمد بشير. أقول لعمر الآنسي أبدعت وتألقت، لكن فريق الشيخ يوسف هم الأول بإذن الله تعالى. تميم الجبرتي فريقكم في المركز الأخير. محمد بشير عبد الكريم لا تفكر بالمركز الأول. عمر الآنسي أقول لك المراكز الأولى بعيدة عن كل البعد، المراكز الأولى في وادي وأنت في وادي آخر. محمد بشير أقول لك أبدعت، لكن المركز الأول دائما لفريق الشيخ يوسف. تميم الجبرتي تلاوته جميلة، وأنا متفائل بإذن الله أنه سيكون في المراكز الأولى بإذن الله. محمد بشير نبقى على اتفاقنا، المركز الأول والثاني بيني وبينك، إما أنا الأول وأنت الثاني أو العكس، لن يذهب إلى غيرنا إن شاء الله. زميلي وصديقي أنس الجعفري، إن شاء الله أنا وأنت في المراكز الأولى بإذن الله، إما أنت في المركز الأول أو أنا في المركز الأول بإذن الله، وأنت ستكون الثاني أو أنا سأكون الثاني، لكن بإذن الله عز وجل المراكز الأول لنا بإذن الله. أتمنى لأحمد القصبي التوفيق، وبإذن الله إذا ما كنت المركز الأول أنا ستكون أنت إن شاء الله، لأن جميعنا من فريق الشيخ صابر. عمر الآنسي أقول له الله يعينك ويوفقك، وإن شاء الله إذا لم أحقق أنا اللقب فأنت ما ستحققه بإذن الله. أقول تميم بالتوفيق وفالك المركز الأول. عبد العزيز العمري الذي هو من فريقي أتمنى لك التوفيق، لأنك من فريقي فريق الشيخ يوسف. هنا تتألق الأصوات وتصدح في سماء الأكوان.